هيئة الأرصاد الجوية قالت أو بتتوقع إن مصر يوم الثلاث اللي جاي هتشهد سقوط شديد للأمطار على مناطق مختلفة، وربما هيقعد كام يوم. حذر مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والري من زيادة الفرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية يوم الثلاث ويوم الأربع اللي جايين دول، خلاص بعد يومين. الوزارة أكدت إن تم إعلان حالة الطوارئ بمركز التنبؤ، ويوجد وحدة للإنذار المبكر بسيول تعمل من خلاله على متابعة الظواهر المناخية وخصوصا الأمطار. برحب بالدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد. دكتور إيمان مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، واهلا بحضرتك استاذ عمرو واستاذ ايهام، واهلا بكل الساده المشاهدين. وانتوا لما بتقولوا حاجه يا دكتوره ايمان، ما شاء الله بقى لنا كده سنتين ثلاثه ما بتنزلش الارض ابدا، يعني بتحصل يعني ما شاء الله. الحمد لله يا فندم، فعلا يعني تنبؤات في الارصاد الجويه وصلت لاكثر من 95%، وده طبعا بسبب مجهود كل فريق العمل وكل الزملاء، وايضا الاجهزه الحديثه اللي بتستخدمها الارصاد الجويه. احنا طبعا عندنا نماذج عدديه حديثه جدا، عدد كبير من النماذج العدديه بنتابعه على مدار اليوم، ايضا عندنا صور اقمار صناعيه، عندنا وحده ومنظومه انذار مبكر بالسيول، وده طبعا اللي احنا بنعمل من خلاله التنبؤات الجويه. طيب يا دكتور، يعني الأخبار اللي احنا بنقولها دي وأمطار شديدة الثلاث اللي جاي كانت متشابهة شوية مع أخبار السنة اللي فاتت وتحذيرات من حضراتكم، والحقيقة كانت زي ما عمرو كده قال كلها في محلها. هل ده بينذر بأنه ممكن يكون عندنا يعني شتاء قارس جدا، ممكن يكون عندنا أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في الشتاء القادم ده؟ هو طبعا احنا رصدنا حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بدايه من يوم الثلاثاء، ان شاء الله تستمر حتى يوم الاحد. هذه الحاله احنا بنتابعها بقالنا اسبوع تقريبا، اول ما بدانا نتابعها ونتاكد منها بلغنا بيها غرفه عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عشان يبداوا ياخدوا تجهيزاتهم واحتياطاتهم لمجابهه هذه الحاله. اليوم الارصاد الجويه تاكدت من الحاله بعد ثبوت الخرائط الجويه، اصدرنا بيان رسمي من الهيئه العامه طبعا بينص على حاله عدم الاستقرار هي تفاصيل. دكتوره ايمان معلش لو حضرتك بس اتحركت يمين او شمال عشان الاستشعار عن بعد مش ظابط معانا يعني، فمعلش بس كده. ايوه كده كويس جدا. اتفضلي يا فندم. طبعا الحالة هتبدأ يوم الثلاثاء إن شاء الله، هتبدأ على السواحل الشمالية للبلاد، يعني هتكون الأمطار متوسطة على السلوم وسيوة ومطروح والضبعة وخفيفة على الأسكندرية. يوم الأربعاء هتمتد الحالة وتزيد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية وتكون رعدية على هذه المناطق من السواحل الشمالية وتمتد لبعض المناطق من الوجه البحري وتحديدا محافظة كفر الشيخ والبحيرة، لأن ده يعتبر الشمال الغربي للدلتا. من يوم الخميس ليوم الحد دي تعتبر يعني ذروة الحالة، هتبدا الامطار تكون من متوسطه الغزيره رعديه على معظم مناطق السواحل الشماليه الوجه البحري الدلتا والقاهره. ايوه القاهره بقى حضرتك ذكرتيها في الاخر صح عشان الصوت فعلا بيوصل. القاهره هتبدا يوم الاربعاء امطار متوسطه، من الخميس للحد تبقى من امطار من متوسطه لغزيره وايضا رعديه، وتستمر معانا حتى يوم الحد. ايضا الامطار هتمتد لمدن القناه شمال ووسط سيناء، بالنسبه طبعا شمال ووسط سيناء الطبيعه الجغرافيه لهذه المناطق هتؤدي لحدوث بعض السيول في هذه المناطق. ايضا الامطار هتصل لبعض المناطق من شمال الصعيد زي بني سويف والمنيا والفيوم، لكنها هتكون امطار من خفيفه متوسطه. هي الامطار بدري الصعيد المره دي يا دكتور ايمان ولا حاجه، ولا ده يعني طبيعي في التوقيت اللي احنا فيه؟ لا التوقيت ده العام الماضي في 22 اكتوبر تحديدا كان عندنا حاله عدم استقرار قويه جدا. حصل معاها كميات امطار كانت غزيره على معظم انحاء البلاد، شمال البلاد والدلتا والقاهره، واستمرت معانا من 22 ل 26 اكتوبر، فتقريبا نفس التوقيت. طبعا مع الامطار احنا طبعا كلنا بنسال فين الخريف وفين انخفاض درجات الحراره؟ فين راحت فين؟ بالظبط، هل هتنخفض بقى درجات الحراره مع الامطار ولا لا؟ ببشر كل المشاهدين هيكون في انخفاض في درجات الحراره بحوالي من 4 ل 5 درجات، يعني لو احنا النهارده وبكره بنتكلم في 30 31 هتوصل ل 25 درجه، يعني بدايه من يوم الخميس تبدا تنخفض تدريجيا 28 26 25 درجه حتى يوم الاحد توصل ل 25 درجه مئويه، يعني بانخفاض حوالي 5 درجات. ده كلام مهم قوي لان المدارس بدات، وانا محتاجه دلوقتي من حضرتك نصيحه لكل ام تحديدا بتسمعنا ولكل الناس اللي واخده بالها الفتره دي طبعا مع الظروف اللي احنا عايشينها من نفسها ومن الولاد مع نزولهم ل الدراسه، تقول لهم ايه بقى يعني على الكام يوم اللي جايين دول اللي حضرتك هو طبعا اتكلمت فيهم عن عدم استقرار يعني في الجو مهم جدا يعني.
ان احنا نتابع النشرات الجويه من المصدر الرئيسي الهيئه العامه للارصاد الجويه. دي اول حاجه. ما ياخدوش اخبار من مكان. علشان طبعا في مواقع بتهول في الحاله بقى لها فتره كبيره. لا احنا بنتكلم الكلام الرسمي المتزن، احنا الجهه الوحيده المسؤوله في الدوله عن النبات الجوي. طيب بمناسبه الكلام الكتير، في كلام كتير بيتقال ان الشتاء ده بالذات هيكون اكتر شتاء في سقوط امطار على مصر، او في تقلب في الاحوال الجويه، هل الكلام ده صح ولا غلط يا دكتوره؟ لا هو طبعا ما ينفعش ان احنا نقول فصل كامل هيكون اكتر شتاء على مصر او كميه الامطار هتكون غزيره، ده طبعا يعني صعب جدا، وتقريبا نسبه الدقه بتاعته بتكون اقل من 30%. تمام. فده كلام طبعا غير علمي وغير صحيح. احنا طبعا بنعمل التنبؤ قبل الحاله بحوالي اسبوع او 10 ايام بنبدا نرصدها ونتابعها. لما الحاله بتبدا تتاكد بنبدا نعلنها لكل الجمهور، لكن قبل الحاله بفتره كبيره بنبعث يعني الجهات المعنيه في الدوله وعلى راسهم غرفه عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. طبعا احنا برضو بنقدم نصايحنا في الفتره القادمه نظرا لانخفاض درجات الحراره وفرص الامطار. طبعا الاطفال اللي هيكونوا رايحين المدارس لازم يكون معاهم حاجه الى حد ما خريفيه، لبس خريفي طبعا في الفتره دي، وخصوصا الصباح الباكر بيكون درجه الحراره فيه منخفضه. طبعا دول يتقلوا بقى الامطار. يتقلوا لبس خريفي يعني ممكن. القياده بهدوء على الطرق اثناء سقوط الامطار، وخاصه المناطق هيكون فيها امطار غزيره. بالنسبه طبعا لسينا هيكون في بعض المناطق عليها سيول، فطبعا هنبتعد عن هذه الطرق تماما وعن هذه المناطق ومخرات السيول نبتعد عنها تماما. نشكرك يا دكتوره، والله شكرا جزيلا. دكتوره ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، والكلام الموثوق بقى اللي بعيد عن الكلام الكتير اللي على السوشيال ميديا. يعني نقطة مهمة فعلا قالتها دكتور إيمان، خدوا بالكم من كل الكلام اللي بيتقال الخاص بحالة الجو مع الظروف اللي احنا عايشينها. طبعا الناس قلقانة، فبالتالي هيئة الأرصاد هي اللي بتقول لنا أخبار الجو بشكل صحيح وسليم بدون أي يعني تهويل في الموقف.